بعد الإشاعات الكتير اللي طردته الفترة اللي فاتت واتقال فيها إن المنتجين خايفين يتعاقدوا معاه بسبب إن شعبيته اتهزت بعد أزمته مع زينة، قرر عز إنه يرد على الإشاعات دي بشكل عملي ورفض إنه ياخد أجازة بعد عرض فيلمه الأخير ولاد رزق علشان يركز في الشغل، وفعلا اتعاقد على بطولة فيلم جديد اسمه رجالة حمزة وهيبتدي التصوير خلال الفترة اللي جاية، والفيلم ده بيتعاون فيه عز مع المؤلف محمد ناير والمخرج طارق رفعت.